فامي السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اول بلوك عندي هنا في الدار البيضاء، اول خطره كنجي للدار البيضاء، ناس الدار البيضاء اللي عمرها دار. ان شاء الله غادي نمشي دوكا للسونتر. حنا في ايتم الليل، يمكن ايتم الليل، تحيه للناس ايتم الليل كاملين. غنطلعوا لكازا وغادي نتبلبل ان شاء الله تما، نديروا شي فلوق واعر بزاف وفرحان، حيت اول خطره نجي لكازا غادي نشوفها، حيت كنشوفها غير في الافلام وفي التلفازه. يلا المهم لا فاميلي، المتحدي نتاعي هو غادي يمشي بهاد الدادر هادو نتاع الدراري الصغار. شحال كيدير دراهم؟ شحال كيدير دراهم؟ غادي نبلوكي بهم في السونتر ديال كازا ان شاء الله. وقبل اي حاجه بغيت نهضر معكم في واحد اللعيبه، مع هذه الانترو بعدا قبل اي حاجه بغيتكم واحد الحاجه. رشيد رواح، خويا رشيد كيدير الافلام القصيره اللي بغيت شي حاجه واعره بزاف، اخلي لكم لاشين نتاعو لتحت شي حاجه واعره بزاف. دخلوا تابونوا عنده، الله يرحم والدينا، خوتي وصلوا ل 10000 ابوني. لا فامي الا دخلتوا عنده وصلتوا 10000 ابوني والله الا غادي تفرحوني بزاف. بغيتكم كلشي تدخلوا، نخلي لكم اللي لتحت سبورتيوه بزاف، عنده شي افكار خياليه شي حوايج الهربه. المهم لا فامي غادي دوكا نمشيو للمدينه في الترامواي. الترامواي شي حاجه واعره داروا هنا نص كازا بعدا، شي حاجه زينه راه في مدريد وما كاينش، يعني راه باش تعرفوا بالله المغرب راه يتقدم تبارك الله عليه. واول خطره انا غادي نركب في الترامواي حتى انايا. ها هو جاي، ها انتوما سيلفي اسرى لي بحال داك الشيء اللي ولا يطير ولا راسي. ها هو الترامواي غادي نمشيو فيه ان شاء الله ونطلعوا للمدينه. يلا ليتس جو. المهم التيكيت ها هي، ندخلوا منا كي كيديروا لها. بغيت نوريكم زعما هكا سهلة، غير يمكن كاع ما خدامهاش هذيك، كتبو ديري كتبو ديري. انا ما عرفتش كاع وفاش كتقطع التيكيت وكتدخل كتريح. هنا تسنى حتى يجي ترامواي اي فوالا. دونك انا داير فيها عارف، وانا ما عرفت حتى زفت هنايا والله. انا اول خطره غادي نركب فيه حتى هنايا. هنا قال لك خويا رشيد الويفي كاين، كاين الويفي ولكن راه مريض ولكن مختور. المهم دايرين الويفي بعدا. كاين شي بلايص كاينين لك الطابع نتاع الويفي، فاش كتدخل ما كتلقاش الويفي، يعني هي كيكذبوا عليك بصح يعني دايرين طابع وكاين الويفي، واخا الويفي عيان. المهم دايرين الصوم ودايرين الويفي. هادو تنمشيو للسونتر ونديروه. المهم احنا وصلنا لمحطة محمد السادس، نضرب شي تسركيلة هنايا نشوفو كي دايرة الأجواء ونكمل لكم الفلوق. ليتس جو. فامي سمحوا لي راني غلطت، هذه الأمم المتحدة، أمم متحدة ياك. أنا سميت بشكال الله يلاه بشكال. وغادي نبدا التشالنج نتاعي من دار. المهم لا فامي غادي نحاولو نخلقوها واحد شوية في هاد الساحة، حتى هما راه كيديرو الحلقات هنايا، نشوفو داك الشيء، شوفو معانا وردو عليا. فاميلو كانت نتواجد هنا في ساحة الحمام في كازابلانكا. انتم ساحة الحمام
واخا مازال ما شفتش الحمام. المهم هذه ساحة الحمام. لا لا راه كاين الحمام غير هي ما عرفتش نمشي وقتاه ولا حيت غادي تصب. بصح مي غادي نمشيو نشوفو. والتحدي مازال ما بديت. والتحدي خصني ندير هاد النظرات هادو السونتر. غادي نبدا دوكا ندير. نوريكم شويه الحمام. ها هو شفت الحمام؟ ها هو يطير السمك. هاني درتهم الله لا حشمان يلا. ولكن حكموا عليا هادو خطار. البس البس نظارات قال لي خطار. وين راه دوك غادي نمشي لواحد العمارات طول بزاف. خويا رشيد قول لنا فين هاد البلاصه. قريبه من القوام. واش هي؟ قربنا التوين. توين 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 اكبر اشهر واحد في كازا. اشهر ولا اكبر؟ اشهر في المغرب. في كازا. كازا معروفين. معروف بزاف. يمكن اكبر وحدين قريب. انا راه عالي. نمشيو نشوفوهم ونكملوا لكم. يلا نطلعوا لفوق ولا من تحت؟ الله يحفظكم. ها واش نطلعوا ولا نبقاو لتحت؟ نطلعوا في النص. صح نحاولوا نطلعوا في النص باش تشوفوا داك الشيء. يلا يعني دايرهم هنا. يعني الناس كضحك. احنا وصلنا دوك العمارات الكبار هما. دوماج ما نقدوش نطلعوا لفوق. شريت القهوه على مول القهوه. وليت كنحترمهم بزاف. وبغيت اي واحد شاف شي مول القهوه يشري ليه قهوه. هذوك اللي كيبيعوا كلينكس حتى هما. واخا انت واخا ما تحتاج داك الشيء شريه. هما يعني هادو بلاصه ما كيسعاه وما كيرضاوش. كيبغيو يبيعوا ولو يبيعوا واخا يجيبوا غير بركه قليله. ونتمنى تساعدوا معاهم. واخا كاع ما بغيتش القهوه غير دور معاه. عاود صحاب كلينيكس صح. وما بغيتش كلينيكس غير عطيه درهم جوج غير تعاون معاه. راه ما كيبغيش يسعى وما كيرضاوش. داكشي اللي كاين الواحد كيرضى غير بالقليل. وداكشي اللي كان دوك غادي نمشيو لجامع محمد السله. داك الجامع اللي قدام البحر ما عرفتش كيسميتو. تنسول الدراري. المهم ليتس جو. هادو هما اكبر عمارات كاينين في كازا. قالوا لي ها نتوما. يو يو خوتي راه على محمد حسن الثاني. محمد حسن معليش غلط ماشي مشكل. انا ما حافظهاش. محمد حسن الثاني غادي في البلاد. المهم لا فامي هذا هو مسجد حسن الثاني. هذا هو قدامي. لا غلطت وصافي. ها هو شوفوا تبارك الله قداش وجاي في البحر. الا كان حال بغينا نركبو غير نشوفو كي داير. غنشوفو من الداخل كي داير. حيت شحال من واحد ما شافوش مني انا وطلع. انا عمري شفتو. عمري جيت لكازا وفرحان حيت جيت لكازا. وغادي نعاود نولي لكازا ان شاء الله. حيت واحد البلاصه رائعه جدا. الناس نتاعها الظرافه تحتها هما. وانا عارف ناس كازا متبعيني بزاف. هادي كاسليكم كاملين. دوما سمحوا لي ما قدرتش ندير شي ميت اب ولا اصلا ميت اب. ديك كلمه ميت اب انا ما نستاهلهاش. يعني مازال خصنا الخدمه باش ان شاء الله حنايا يعني نطلعوا شويه في يوتيوب. حنا نديروا بلاصتنا بصح مازال داكشي خصو الخدمه. المهم يعني كلشي ديال الله. هذيك هي. هذا هو الجامع. انتم نهضروا هكا نتمشاو باش تشوفوا هو وتشوفوني انايا. يس يعني هذا الجامع انا كنت نشوفه في الاولى فاش كل الاذان ولا الدوزيام كيبان غير صغير. ولكن هو راه شي حاجه كبيره ما شاء الله تبارك الله. يعني ما نقدرش نصوره لكم كامل انايا. هذا راه شي حاجه كبيره. المهم بصح نحاول ندير لكم شي سينيماتيك يديروها لكم خويا جمال. ودخلوا عندو لاشين تابونو عندو راه يستاهل. الدري وصل واحد 10000 ولا 20000. ابار حاجه اخرى بغيت نقولها لكم. بزاف الدراري تقلقوا عليه يقول لي خويا جيت كازا. كازا فيها ما يتشاف. كازا زينه ولكن راه
خصك تقعد هنا واحد العامين باش تصور كازا كامله، يعني بلايص زوينه. وابار حنا راكم عارفين غير درا واش ما عندنا لا طوموبيلات لا بيس لا بيكالات لا حتى حاجه، كنت مشاو غير على رجلينا ضربناها من التوين حتى لهنا على رجلينا. ويعني باش نمشي نصور لكم شي بلاصه اخرى عاود مشهوره في كازا خصني جوج سوايع نتاع الطريق عاود، يعني البلوغ ما عادش نقدر، يعني خصك 3 ايام ولا نتاع تسجال باش تصور شي حاجه زينه. فهمتوا كيفاش؟ علاش انا نحاول صورت لكم غير شي بلايص، المهم صورت لكم هذه البلاصه كاع، هذه كاع اللي مشهوره، يعني بحال صورت لكم هذه بحال صورت لكم كازا كامله. وكازا راه زوينه وفيها ما يتشاف، ولكن ما نقدرش نصور لكم كل شيء بحيث غادي نسافر هذه الليله ان شاء الله لوجده باش نطلع لليسبان. ما سخيش نبقى هنا والله الا قعدت نهار، صورت واحد الباين مع الدراري هنا ناس كازا و والله. المهم راه فاهمين هانتوما هي الدخله، هانتوما شوفوا ما شاء الله شي حاجه واعره واعره بزاف. واو على منظر كذا يا والله الا كيتوش اقسم بالله. واو شوف واو سبحان الله، تقول كاينين في مكه ولا ما نعرف. واو شوفوا شوفوا واو ما شاء الله، والله الا ما كرهتش نبقى هنايا غير مريح والله الا واعر. تجيب غير الصلايه نتاعك هنا وتريح طلب الله. المهم شوفوا شوفوا تبارك الله شوف 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 شوفوا الجمال خويا الزين تا ورانا انت. شوف 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 واو بغينا نسولو زعما واش المسجد يحل نصور من الداخل. والله ما عرفنا نسولو. السلام عليكم عمي، المسجد ما كيحلش؟ هاكا على نهار الجمعة وقرب ان شاء الله. هاكا الشيء الاخر حالي مني. واش حالي المسجد؟ اه مني محلو مني. مني محلو؟ صح شكرا بزاف. الله يحفظك. ما تخش الداخل تصور. لا. علاش؟ علاش؟ حيت كيكونوا كيصلوا المغرب والعشاء. هاكا. كتكون على برا وصور. واه على برا داك الشيء اللي كاين. صح شكرا بزاف. يعني عادي ما فيه؟ من الدورة. صافي شكرا الله يحفظك. المهم. منا ما كيحلش، منا قال لك كيحل غير في رمضان والجمعه، منا كيحل غنمشي نصور لكم هنايا بصح حتى بلاتي شي فاميرا ممنوع تصور هنايا، هادي دايرها غير لتحت انتما شوف ما شاء الله قداش، ما بغيتش نهضر بجد حيت ممنوع تصور هنايا. شوف واحد منا شوف والله واحد واو على احساس عمري دخلت شي مسجد قد هكا، يعني في البداية بالكم صغير ولكن الجامع تبارك الله كبير بزاف بحال اكثر من الاقصر. شوف شوف غير العين اللي كيقدر تشوف داك الشيء والله غير العين. شي حاجه واعره بزاف ما شاء الله. شوف شوف والله الا يعني اللي مازال ما شاف هذا المسجد خصو ضروري يجي يشوفو حيت شي حاجه واعره. شوف والله الا يعني لا فامي واحد من الحلم ديالي كان نشوف هذا المسجد وكتاب لي شفت والله الا يعني هذا الاحساس رائع. هانتوما اللي مازال ما شاف هذا المسجد يشوفوا معايا، ولكن واخا كنوريه لكم هكا خصكم تشوفوا داكشي مباشره حيت كتشوفوا غير في التلفازه اللي هافي كيصلي. شحال من خطره كتشوف الملك كيقول ليه كيمشي لقدام كاع شقيه. والله ما كرهنا نصلي واحد جوج ركعات بصح ما موضينش، والدراري برا كيتسناو وما جاتنيش نتعطل عليهم اما نصلي. المهم يلا بقى معنا. والله الا لافامي في هذا المسجد كتحس بواحد الاطمئنان واحد الراحه شي حاجه رائعه جدا بزاف. واو تبارك الله ما شاء الله. المهم لافامي دوك غادي نمشي نوريكم البحر، البحر راك جاي في الفاصاد من اللور وفرحان بزاف والله الا خرجت اكتيف اكتيف دخلت لك الجامع البركه والله الا بحال البركه يعني واو وليت جديد الله يلا 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 نمشي يلا يلا ليتس جو ليتس جو. هلا واو كاين واحد كتشم داك الهواء نتاع البحر واعر في ديك الملوحيه شي حاجه واعره واعره بزاف. المهم لافامي راه انتي ريت فوت انتوما فين دايرين هادو، ولكن الحراره يعني منا كايبان شتو اه كيبان داكشي.
كيعوموش المهم لا فامي احنا خلينا المسجد مني والله ما سخيت به يعني واو اصلا كازا ما سخيت بها كامل بحيث الناس نتاعها رائعين جدا والله كيف المهم لا فامي احنا هنا في المدينه القديمه واحد الحي الشعبي فيه القص بحال نقص شي حاجه قصيت حتى منا ولا منين بوتشي غنمشيو ناكل بوتشي انا كل البوتشي هو علاش طالع البلوغ المهم هذا البوتشي اخوتي قال لك واحد الاكله مشهوره بزاف هنايا في كازا وهي اللي غادي ناكلوه انا المهم اي مدينه مشيت لها كان كل شيء اكله تكون مشهوره في ديك المدينه واليوم غادي ناكل البوتشي يا مازال ما عرفتش هذا البوتشي بصح انايا غادي نتقاسمو معاك بوتش ليتس جو قطار هذا رشيد رشيد موهبه ضائعه هنا في كازا ولا مشاو البوتشي بوتشي هو واحد يا صاحبي بوتشي واحد واحد اللعيبه عامر رخيصه داك الشيء نتاع الله المهم. المهم لافامي حنا عاد نقلبوا على ذاك البوتشينغ راه مشهور هنا بزاف في كازا وانا والله ما عارف كاع واش هذا البوتشينغ المهم بقاو معنا وغادي نشوفوه كامل. شوفوا لافامي هنا كاين واحد الدرب غير نتاع السناكات واو رائع جدا واعر هذاك شوفوا غير نتاع السناكات انقصوا شي حاجه يمكن هنا راه يتبع ذاك البوتشينغ اللي كيقولوا لنا عليه. شوفوا شوفوا شحال تبارك الله. يعني كيشهيوك حتى لو كنت جيعان تاكل نجيو عند هذا المهم لا فامي واخيرا لقينا البوتشي البوتشي جميل المهم فاش يحطوه لنا نوريه لكم كيس كيس سيس سيس واش كاين هذا 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 المهم لافامي ها هو البوتش ها هو ها شوف شوف كذا غادي نشهيكم بصح ما عندي ما ندير لكم اكثر هذوك اليوم يتوحموا يلا بالصحة كتحط القص والله ما نعقل عليك الله واعر في القشير فرماج سوسيط المهم كل شيء الرز دايرينو بصح واعر دا بحال المسقه جاتي تاع ليجا مرطا كوكوس كل شيء كونسونتري كل شيء كونسونتري انا معاك اخويا مرفلي حنكملهم شي واحد عندنا اخويا أبيان نقول خمسة خمسة حاجة خمسة حاجة لا أحسن أكلة والله حاجة اللي طوب فو فو حبس انت لا قطع قطع يلا بسم الله شكون قال ايوه هذه في خاطر خويا مراد زين هذه في خاطر خويا رشيد في خاطر ناس كازا بين صحاب خويا زين حتى واحد 12 درهم وهذه في خاطر في خاطر اسبانيا ولا فاميلي من بلوك مرحبا هذه في خاطر خويا السالك زين من القهوه والله الا من القهوه تصور لك هاي مشي كذا ما لي يدري هذا يبان زرب علي نسيت علاش بغيت نسوي الكاميرا ما عنديش صرف تندير لا 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 خلص عندك شاك عندي شيك اوت هاي 15 فاك المهم لا فامي احنا قصينا هذيك الماكله واعره بزاف دوك غادي نمشيو للطرام قلت عليا غادي نمشيو نشدو الترامواي حيت الترامواي كيسالي مع 11 كيبلع ما يبقاش خدام باش نطلعو الحومة نجيبو حوايج ونطلعو لوجدة ان شاء الله والله ما سخيت مناش وجدة بنس كازا دوخوني لا لا دوخوني احا هادي الماء وهيدا الطراف Let's go.
انا ما كنتطحش. المهم راكم تشوفوا لا فامي الاجواء كي دايره هنا في كازا بالليل. انتما الساحه معروفه هنا في كازا في السونتر. هادي كادي دوك نطلعوا للدار هو الطرامواي. نطلعوا للدار نتاعو شويه نجمعوا حوايجنا ونمشيو نشدوا الكار نتاع الخمسة نتاع الليل ولا ستة باش نمشيو لوجده ان شاء الله. صافي ضي طيح لي المورال حيت غادي نولي للسبان والله ما سخيت. واش الله فامي السلام عليكم مرحبا بكم. النهار الثاني النهار الثاني غادي نمشي علينا الكار حنا طالعين لوجده. ها هي محطة نتاع كازا محطة كبيرة ومخلطة. يلا بقاو معنا تنطلعو نكملو الهدرة. واه يما شحال كيران شوفوا شوفوا اوه قداش محطة كبيرة بزاف. حنا نشوف هذا روينا. المهم لافامي حنا شدينا الكار غادي نمشيو. شحال الساعة؟ تكون ساعة غنوصلو لوجدة مع هاديك مع هاديك ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ما نعرف مع العشية. المهم نتمنى يعجبكم هاد الفيديو بارطاجيوه إلا عجبكم. ناس كازا أنا عارفكم تبعيني بزاف سمحولي ما قدرناش نديرو شي حاجة باش نتلاقاو. أنا ما جبتش الوقت بزاف إن شاء الله مرة أخرى. أنا جينا كازا قعدنا نهار وراكم عزاز كاملين وصلنا لنا في راسكم. وما علينا نقول لكم حتى البلوك الجاي حتى الله والله يمسخينا ولاد كاس كبيره اخويا السالك ورشيد الله يمسخينا بهم حتى المره اخرى. يلا باي.